بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نستهديك ونثني عليك الخير كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت ربنا كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك ربنا أنت الأحد لا شريك لك، سبحانك ربنا أنت الفرد لا ند لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك، شكر نعمتك، حقق عبادتك، بلغ رسالتك، ونصح خليقتك، فاللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وارض اللهم عن جميع من دعا بدعوته واهتدى بهديه واقتفى أثره ما تعاقب الليل والنهار. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من المتقين، اللهم احشرنا في زمرة الفائزين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أخاطب اليوم عبركم أبنائي التلاميذ وبنات التلميذات، أتوجه إليهم بنصائح غالية لمن يرغب في الدرجات العالية، الدرجات العلمية والدرجات عند رب الأرض والسماوات. لن أطيل أيها الأحبة في التمهيد للموضوع، فخطبة اليوم تكملة لموضوع الخطبة الماضية. من النصائح الغالية لأبنائنا وبناتنا التلامذة: اقصدوا باجتهادكم في العلم وجه الله تعالى. اتخصدي لإخوة الإيمان والإسلام، القصد انتار والنخ ذكورا وإناثا من طلب العلم، من التعلم وجه الله عز وجل. الإخلاص، الإخلاص ثم الإخلاص. ضع نصب عينيك أنك مأمور شرعا بالتعلم، وتذكر أول بند من بنود الوحي الإلهي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علم الأكوان، لا يعتقدن أحد يتخصوا قربوا أنه شقاغ شعبة علمية، قاغ الفيزياء أو علوم الحياة والأرض أو شيء من هذا القبيل،
فأي إخلاص وأي قصد لوجه الله عز وجل فهي علوم دنيوية لا إخوة الإيمان والإسلام. كل العلوم النافعة مطلوبة شرعا، ومصداق ذلك قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علم الأكوان. ثم قال جل في علاه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قراءة القرآن والسنة في حكم القرآن. قرر في نفسك أنك بالتعلم تستجيب لأمر الله عز وجل. اتخصد التعلم من صميم العبادة، اتخصى أن اعتبر هذا التعلم من العبادة، من التدين والالتزام بشرع الله عز وجل، لأن الله جل في علاه هو الذي أمر بالتعلم جل جلاله. لا تجعل غالي آمالك من التعلم هو الحصول على وظيفة، وحتى هذه الثقافة حتى الأولياء الأمور نثني تترسخن ذي الناشئة قال سوى رمذر حساب فغض أكيد قذ التجارة من جنين نيغرين، إن العلم طلب العلم هو الوظيفة، واجب استجابة لأمر الله عز وجل بطلب العلم لا هو الوظيفة. فيتنكرد الابن أو البنت يتنكرد ثقافة يتنيتت أن طلب العلم مقترن بالوظيفة. تمر وغاسب الغارض ذي الوظيفة نغبب الزي الأغنياء واجي من غير زي العلم، ما قال لأن العلم مش خدمه شدوي المال. فيقع إخوة الإيمان والإسلام إج النوع الانتكاسة في الدول الإسلامية في هذا العصر بسبب اقتران العلم وطلب العلم بالوظيفة في عقول المسلمين. لا تجعل غالي آمالك من التعلم هو الحصول على وظيفة، بل اجعل أعظم أهدافك من التعلم هو نيل رضا الله عز وجل، وستأتي الوظيفة بإذن الله تعالى، فهو الرازق جل في علاه. وهذا يذكرنا بقولة مأثورة عن جمع من العلماء ومنهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. أرمذي تغنش تلميذ بالسلك ثانوي التأهيلي، تغانغ قلة قليلة من الأساتذة، قلة قليلة من الأساتذة يقدمون صورة جد سلبية عن الأستاذ، يقدمون صورة جد سلبية عن هذه المهمة العظيمة بسوء أخلاقهم وتصرفاتهم الغير اللائقة. فيسر الله تعالى أن درست عند أستاذ للغة الإسبانية. أقول هذا لأقف على قولة أهل العلم سابقا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. يسر الله عز وجل أن درست عند هذا الأستاذ فأعاد الاعتبار لقيمة الأستاذ في وجدان التلاميذ بجده وإتقانه وبقربه من تلامذته من خلال اعتماد الحوار في بناء الدرس وجعله التلميذ محور العملية التعليمية التعلمية. فربطني وغيري من التلامذة وجدانيا بمهمة التدريس، هذه المهمة العظيمة، وصارت أغلى أمنياتي. بذلك قارج إخنذ الأستاذ، يعني الهدف إنه يمقان هو الوظيفة، مش أشكي تخسوي تريبو الهدف مش ذو الوظيفة. وأكن لهذا الأستاذ كل الاحترام والتقدير لما له من فضل عليه بعد الله عز وجل وعلى جمع من التلاميذ، وأدعو له بكل الخير ولكل من علمنا. أفس عتا صار هدفي من التعلم هو الوظيفة، فلا تجعل هدفك من التعلم الوظيفة.
فغى الجامعة كغيري من التلاميذ في شعبة الدراسات الإسلامية فقط لأنتقل إلى مدينة فاس وأدرس الأدب الإسباني. ديك شعبة الدراسات الإسلامية باش أنتقل غنفس الكلية لنفس كذي كلية وذي سبو التخصص. وهيأ الله تعالى سبحانه الظروف لأبقى في تلك الشعبة التي فتح الله تعالى بها علي آفاقا نحو الدعوة إلى الله عز وجل. والوظيفة نتوخاز زغزت غوري وتخذي مخشاء عملت في وظائف شتى لا علاقة لها بالتخصص الذي درسته. ولما يسر لي الله عز وجل العمل في الدعوة إلى الله عز وجل عادت سل وظيفة. أردنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فتشرفت بتدريس مادة لها علاقة بالدعوة إلى الله عز وجل ألا وهي مادة التربية الإسلامية. أولاد التلاميذ اجعلوا من البداية زقمزوار ساس جاثي الطوينش أن القصد من التعلم هو نيل رضا الله جل في علاه، وشذن غيق ربي سبحانه وتعالى البركة فيما نتعلم في اجتهادنا. وليكن شعارنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام، ليكن شعارنا في الحياة قول الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. ذو الشعر إخوة الإيمان والإسلام، سواء كنت تلميذا أو طالبا أو أستاذا أو نجارا أو حدادا أو غير ذلك من المهام، اتخصصت هذا الشعار بين عينيك أن حياتك كلها ينبغي أن تكون لله، أن حركتك في هذا الوجود وسكونك في هذا الوجود اقصدري لله جل في علاه. من النصائح الغالية إخوة الإيمان والإسلام لأولادنا التلامذة، وأقصد بالأولاد الذكور والإناث، أن ترفعوا أو أن يرفع الناشئة سقف آمالهم من التعلم. لا تطلب النجاح فقط ولا الزبخ النجاح، اطلب التفوق للنجاح، التميز للنجاح، ولا تكونن كعامة الناس حين يذكرون التفوق والنجاح بمعنى واحد. إذا خنسة ورنخ التفوق النجاح تخصنا سجن معنى. أبناؤنا التلاميذ وبناتنا التلميذات تخصن لا، يتخصد في الفرق جار تفوق في النجاح باش أدعزون التفوق أرفع السقف المطالب. خلينا ندعي ربي سبحانه وتعالى في سجودك، خلينا نتقذ الأسباب قل الأسباب تريد من المتفوقين وجبوا الناجحين فقط، لأن ذي نجل الفرق دقيق بين النجاح والتفوق. اخذر أفضل العبارتين وكن من أهلها. من يعني النجاح؟ النجاح هو تحقيق المرور من مستوى إلى آخر. اتعذوه زي السبعة غد تمنى زي التمنى غد تسعة زي التسعة غد على المشترك وهكذا. أما التفوق فهو تحقيق ذات المرور ولكن بتميز بدرجات عليا، والتيريبوز قلني نجحنوها إيريش زي المتفوقين. هل يستوي ونديوين 19 18 من أصل 20؟ أقول نديوين 10 من أصل 20 عمّاس، وإن 19 ها غيتكسل دي هو درجة أو درجتين ولكن أقتعبق الناجحين، وإن نجح نسجن درجة متوسطة خني غيتكسل دي هو درجة أو درجتين أقف أقر راسي بي. فأي قيمة خني غيفرن الشيخين ذي اللائحة للناجحين ودفر مرة تنجح يوصف من قيغوال وامن شميوذا. لأن نأخذ التعليم سوار نخرج نحشت قناص العتبة متعنا العتبة كسين سن نسبة يمكن نسمش حن ستة يمكن نسمش حن سبعة وشي ثيني تقان شمش حاق مش حاتي وإذا ولدي ويقض ستة ونص سنش حد. تبارك الله عليك شكي غيعف عن الهمة الأمة شكي غير نراجع ما وندي وين 18 يدي عروقت وينفعش الأمة وني
ولذلك فلتكن سقف الآمال مرتفعة عند أبنائنا التلاميذ. شنو غير سخند قد الأبناء النخ ويتريش زعامة التلاميذ ذير من المتفوقين. وهذا نستلهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم في المستدرك قال عليه الصلاة والسلام: الجنة 100 درجة، الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس من أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يسر ماذا نغى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نرغب في أعلى الدرجات. وفي رواية أوردها أبو نعيم في صفة الجنة: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يسر ماذا نغى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نطلب أعلى الدرجات، لأن أفضل ما في الجنة الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي في السنن وصححه الألباني من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن الأفضل، أن نرغب في الأفضل، أن نطلب الأفضل، وأن نعمل من أجل الأفضل. ولو افترضنا أن الإنسان عمل ليكون من أهل الفردوس وأخطأها ونزل درجة لبث في الجنة، مش كنا نقصد النجاح فقط، قد تخطئ النجاح وتنزل إلى درجة الراسبين. لذلك فليكن مبتغاك أعلى الدرجات. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، استغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده الذين اصطفى. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إذا رجعنا إلى حديث الفردوس نستلهم نصيحة أخرى لأولادنا التلاميذ: من أراد الجنة فعليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يسلم ماذا نغى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنغى تقصد أعلى الدرجات، عليك بالدلجة، أدلج. والدلجة عند جمع من أهل العلم السير في آخر الليل. تقصد أعلى الدرجات العلمية، أيضا أدلج، كارزيش، قم باكرا. لذا فعل التلاميذ، عليهم بالنوم باكرا والاستيقاظ باكرا. والخطاب موجه حتى للأولياء: سكاري تزيش، سرم ذي تذي تزيش، سرم ذي تذي كارزيش. فلينم باكرا وليستيقظ باكرا، فإن في ذلك كل الخير والبركة. من نوم باكرا إخوة الإيمان والإسلام، لأن من سنن التي أودعها الله عز وجل في بني البشر الاستيقاظ، النوم بالليل، هذه تزيش ضد السهر. هجرك للنوم مبكرا أو للنوم إطلاقا، ذن بعض يوضا ويتسجر تكمر، يعني السهر، والسهر له مخاطر كثيرة. عسى تصل مخاطر إخوة الإيمان والإسلام على الإنسان من جوانب متعددة. التصن إمحضان، التصن التلامذة، التصن تارو النخ، يهجرون النوم بالليل جملة. يمكن ذير بسبب الإدمان مثلا على الإنترنت، ونسوير شخ فواحش أو شيء من هذا القبيل في إطاره العام وخقار، نقول لهم ارحموا أنفسكم. أرحم يخنش لنا رب سبحانه وتعالى خصش يرحم. ارحموا أنفسكم، فالله تعالى شاء أن يجعل الليل لننام فيه رحمة بنا، لتهدأ النفوس
وتستعد الأبدان للنشاط والحركة. جعل الليل للنوم رحمة ربانية، فلماذا تعذبون أنفسكم بحرمانها من النوم ليلا، من النوم في الوقت الذي سنه الله تعالى؟ قال جل في علاه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وشكر النعمة يكون بتفعيل هذا المنهج الوارد في الآية. أتخذ من هذا المنهج دوات شكر النعمة. وجعلنا الليل لباسا، هذه آية، وجعلنا النوم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وقول الله جل في علاه: وجعل الليل سكنا، قوله تعالى في الآية الأولى ولتبتغوا من فضله يعود على النهار. أرمينا ربي سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار، تعود على النهار، مصداقا لقول الله جل في علاه: وجعلنا النهار معاشا. أس ذا الوقت الخدمة، ذا الوقت الكد، ذا الجد، ذا العمل، ذا الضرب في الأرض بحثا عن الأرزاق. وليس ذلك إلا لمن تقوى عليه براحة الليل. وزماش كتخدم سواس ما رواه أي حد شاز الجيف، ما رواه تستشاف الأوقات التي سنها الله جل في علاه. وأيضا عندما نطرق باب السنة النبوية العطرة نجد النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هديه النوم مبكرا، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتصدقش؟ وقد أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء وما سمر بعده. النبي صلى الله عليه وسلم تغويت شاق بري صلاة العشاء وتغويت غمشة ذي هارت ذي السمر ذي السهر إلا لظروف خاصة عليه الصلاة والسلام. وهكذا انت حتى يزرزي غنب العقم مضير بعد ميوذاني شيء قال ما يزرزيش تتصدزيش إني تتصدزيش قال رسن كني في القمام يزيد انتفرت إذا حش خسن ذوذا زرزي سقط بالعذاق مم، لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مم قال يزيد انتفرت اليوذان يهرفون بما لا يعرفون يتحجار ويسنقع من يقع ويسنبوا بأن غين يوذان تتصدزيش، لأنهم يفعلون هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ملأ عقله وفكره بقصة الدجاج الضوئي ويتجني لعما يعقر من حجيتنا يجهل أن النوم مبكرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره تغوي تحب شرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذن أذقي من فقا بعد العشاء للحديث والمسامر. وقد ثبت ذلك في الصحيحين وفي حديث رواه ابن ماجه في السنن وصححه الألباني. يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم وعاب السهر بعد العشاء. في حديث عند الحاكم في المستدرك: إياك والسهر بعد هدأة الليل، إياك، تحذير. والحديث صححه أيضا الألباني: إياك والسهر بعد هدأة الليل، فإنكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه. وقد تحدث العلماء سور العلماء حكم الكراهة مكروه في حق حكم الكراهة في حق الحديث والسمر بعد العشاء، إلا ما لا تغدقني في خير، إلا ما الإنسان يقيم فاق بعد صلاة العشاء لخير ولمصلحة، استنادا إلى قول رسول الله أو إلى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث في المسند عند الإمام أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر ليلة في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. يسمر ليلة عند أبي بكر ما يمي قيم فاق لتحقيق مصلحة المسلمين. وعند الإمام أحمد أيضا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لأحد رجلين، لمصل أو مسافر. كل سهر فيما لا طائل من ورائه أو بغير اضطرار فهو مكروه، وممكن أن يفرغ من دائرة الكراهة أن يدخل في دائرة التحريم إذا فوت عليك واجبا شرعيا. إذا سهرت ليلا ففوتت صلاة الصبح في وقتها صار سمرك وسهرك محرما شرعا، ولو كان في قراءة القرآن أو في قيام الليل. وخفي أمر مشروع في الأصل، ولكن إذا كان يفوت عليك صلاة الصبح في وقتها اتذكر أمر محرم. أما من الإنسان يسمر ويسهر على الفاحشة أو شيء من هذا القبيل فالتحريم أشد والعياذ بالله. اعلموا أيها التلاميذ، ولنعلم معهم جميعا، أنه بمخالفة الفطرة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، ومخالفة الهدي النبوي الشريف بالسهر والسمر، اعلموا أبناء التلاميذ أن الضريبة قاسية، خمس الضريبة غري التص، وملخصها إنهاك وخمول والتحاق بكل فاشل كسب. السهر نتيجته الفشل، نتيجته التوتر، نتيجته الأمراض النفسية، نتيجته الفشل وعدم التفوق على الأقران. إذا أنت تريد تنزيش تنكران زيش تفتن في أعلى المراتب، في أعلى الدرجات. إذا نكرن يسهرون ويسمرون يتنكر غير القسم يتحغى الأستاذ نطي التص في طوين فغنطيد يفهم خمسة الحروف تعدو طابعا تسعاثين تغوري، ونتيت يكون مع الفاشلين، مع الناجحين سلمفهم من النجاح أخو. فشل لماذا؟ لأنه بسبب السهر تصاب بإرهاق نفسي وإرهاق عصبي. الجهاز العصبي اتجن منوط بمهمة التركيز والتفكير. الجهاز العصبي هذا لدى الآدمي مبرمج على عدد محدد من ساعات النوم، غاكيج العدد من ساعاتين يخصص تتصل. ولا يكفي أن تقول أن أنام هذه الساعات المحددة شرعا، بل ينبغي أن تكون في الوقت المحدد. وجدت صوها مر مما تقصد، ستة نشني سبعة نشني ثمانية نشني تسعة ثاني غا تقصد سيفنت مر مما تقصد. لا سيفنت ذير وقت نزد، سيفنت ذير وقت نزد. الجهاز العصبي لدى الآدمي مبرمج على عدد محدد من ساعات النوم ومن ساعات اليقظة، بل ومتى ينبغي أن ننام ونستيقظ. لا تبرر سهرك ولا سمرك بالليل بكونك تعوض خصاص النوم في أوقات أخرى. وقاش قد تصغ ذي الوقت النغني ما عليش القيمة فقص الجيف مغار، لأنها أوقات محددة بالفطرة، ومخالفة هذه الفطرة تعني انهيار عصبي، تدمير الجهاز العصبي، غياب التركيز. وز ما تفهم ذول وز ما تركز ما قال لأن تصدق ذي بديش الوقت وجبوذ وني يشرع ربي سبحانه وتعالى. قد تنام ذات الساعات في الصباح لكنها لن تفيدك في شيء، ولا تبرر سهرك بأنك تستغله في الدراسة. الذين بعض طلبة العلم يعني دعاد المنشطات باش يقيم إفاق أكثر عدد من الساعات ويقل هذه سرقة ويقارش باش أدفاق كتاب غاكتا. لا نعم صدقت، القهوة ممكن يشتج تفقد عدد أكبر من الساعات، ولكن هو ما يشتج تستوعب أكثر من أكبر قدر من المعارف والمعلومات. أش تاني ذي الوقت تفقد وأش تاني شذي الطاقة الاستيعابية للمعارف والمعلومات. وهذا خطأ كبير، لأن النتيجة تكون عكسية، كتا زودت غادكتا وبالتالي تفضيخ مشتقادكتا ولا تستوعب إلا أقل مما كنت تستوعبه بدون هذا الحل. مختصر القول أيها الأحبة، النوم حتى أوقات متأخرة من الليل يتسبب في التشتت الذهني وغياب التركيز والتوتر، وكل هذا يتنافى مع التحصيل العلمي السليم. والشريعة الإسلامية وليس بول عبثية
عندما يرشدنا القرآن وترشدنا السنة أنه يقصد 9 النوم الحقيقية ذي الوقت نسنت ذي الإطار نسنت سنجيرث وذنبو العبثية وذنبو يحجار وهرمغر لأنها شريعة أنزلها على نبينا المؤيد بالوحي المسدد بالوحي ربنا جل في علاه. والحكيم لا يعبث ولو غابت عنا حكمته جل في علاه. قال جل جلاله قل أنتم أعلم أم الله، وفي آية أخرى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هي تسند وزما تسند شنو نجدي خرقا وزما تسند الإنسان هذه السن كتارز من يعلم الله عز وجل في خصوص ما يصلح لهذا الإنسان من أحكام وسنن وزمان سن إخوة الإيمان والإسلام. لذلك قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وهديه رحمة وسلامة وهداية إن هذا الصهر جهد وثقل. أرمدوا سنت الدراسات الحديثة الدراسات الطبية الحديثة وأثبتت أن الصهر والصمر يحطم الجهاز العصبي. عادي فهم العلماء ميقصدين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي أورده الألباني في السلسلة الصحيحة في إشارة إلى الأضرار التي يتسبب فيها السهر والتي أجريت عنها أبحاث علمية متطورة أثبتت صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسوق لكم أيها الأحبة كلام أهل الاختصاص في هذا المجال يقولون إذا استمر الإنسان على السهر مر الإنسان يبدأ يسهاز جيرث ويهجر النوم ولا ينام إلا لأوقات متأخرة وأصبح عادة لديه فقد يصبح ذلك التأثير دائما وتصطبغ به شخصية الفرد وسلوكياته فيبدو متعكر المزاج يبدأ يعصب ويسهل استفزازه واستثارته بغياذي تجبد بغياذي يكتب بغياذي صغي بغياذي يضيع طيب الكلام. هذا كلام علماء المتخصصين في علم النفس. ثم قالوا غير قادر على تحمل المهام التي تتطلب الجهد والتركيز. ما رحشت تحتاج حضور العقل والتركيز والفهم وسيزمار مغار لأنه يحطم الجهاز العصبي. أما استيقاظك باكرا فستستظل من خلاله بظلال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الترمذي في السنن وصححه ابن حبان اللهم بارك لأمتي في بكورها اللهم بارك في أمتي أو لأمتي في بكورها. يعمك هذا الدعاء فالاستيقاظ باكرا كله بركة. خلق الله تعالى في جسم الإنسان هرمونا سمانت العلماء أهل الاختصاص الكورتيزون الهرمون ونيتي قناص بتبسيط قناص هرمون النشاط تيتنشطن جسم الإنسان تسيتي الشن الحيوية وهذا يزداد هذا الهرمون يزداد إفرازه في الخلايا عبر الدم مع دخول وقت الفجر مع دخول وقت الفجر ولكونه يمر عبر الدم يرفع من منسوب ضغط الدم فيحس الإنسان بنشاط وحيوية كبيرين يتنكر الإنسان ذيس الحيوية يا الزغاد يزر وجديو يا رذ يزر مغار لأنه كدغج الوقت سنه الله جل في علاه للتعبد وحياتنا كلها ينبغي أن تكون تعبدا لله جل في علاه. وهذا يحدث في الساعات الثلاثة الأولى يعني شنو مر الفجر يتدنغى 6 3 9 تلك هذا الحياة أو هذه الحيوية والنشاط مر تدنغى 5 أنا خاص 3 9 ودي تنكارا هل الموظفين تلامذ تنكارا غير وقت التي تعدوث الحيوية والنشاط تنكارا دغى 9 هذه يفغى المصلحة 8 يخدمغى 10 يتذ قارش البوانت يعني البوانت بلقى حضاغت شو ذي فغذي قرقة ورجشك تلميذ أيضا مرمين تدفن الشين خلي تريد تفغن الأوروبيون من مدارسه. فخالفنا هدي رسول الله وغيبنا الاستفادة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. لذلك بعد دخول وقت الفجر
يكون أيضا الجو مليئا بما يسمى الغاز الصباحي العجيب. ذني شن الغاز؟ قناص الغاز الصباحي العجيب الأوزون، وهو غاز منشط للجهاز العصبي ولأعمال الذهن والعضلات. والتزام التلامذة بصلاة الصبح، خميتري غانغيم حضان غزجا صلاة الصبح في وقتها في جماعة، يكون ذلك خير معين لهم على الاستيقاظ باكرا، لأنه هذه قرح سبن صدي تصديش بشديكار إلى صلاة الصبح. ونحن نتحدث عن طلب العلم وما يدور في فلكه. نهار إن شاء الله تعالى ذنجن الإعلان عند بوابة المسجد، عند كل بوابة ذنجن الندوة في هذا الإطار. نشيد بالجميع أن يحضروا هذه الندوة، يؤطرها أستاذين فاضلين. اللهم أصلح لنا أولادنا وبارك لنا فيه، اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا وبارك لنا فيه، اللهم اكتب لهم التفوق والرفعة في الدنيا والآخرة، اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، اللهم وفقنا إلى تعليمهم ما ينفعهم من أمر دينهم ودنياهم، اللهم وفقنا إلى تربيتهم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والهداية والرشاد. اللهم احفظ أساتذتنا ومشايخنا وجازهم عنا كل خير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين. اللهم جنبنا المعاصي والبدع في الدين. اللهم شفع فينا نبيك الكريم في عرصات يوم القيامة، يوم لا تنفع ندامة ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا وعلى رأسهم قائد البلاد الملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أيده ببطانة صالحة ناصحة. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.